السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت بتكلم على برنامج اسمه EZ ايزو، وقلنا ان هو بيعمل ازومتريك للمواسير في برنامج الريفت، لكن سعره غالي. فمهندس محمد بيقول انه مستغرب ازاي مفيش غير الآلة دي وسعرها للأسف عالي جدا. للأسف في الشغل بيفضلوا كاد ماتيك عن الريفت عشان الازومتريك. انا يمكن سمعت عن الكاد ماتيك بس مكنتش مهتم بيه وما دخلتش عليه. يعني في برامج كتيرة جدا منافسة للريفت وبتعمل حاجات قريبة منه، لكن هو الأشهر هو الريفت. فكاد ماتيك ده قلت أعمل سيرش عليه ونفهم إيه فكرة الأزمتريك. طيب عملت عليه سيرش، فشات جي بي تي قال لي هو برنامج تصميم هندسي وممكن تستخدمه طبعا في كل حاجة، لكن هو بشكل أساسي في صناعة البنية التحتية والهياكل البحرية. بيتيح للمهندسين والمصممين إنشاء رسومات هندسية ثلاثية الأبعاد والتصاميم لأنظمة الأنابيب والهياكل المعدنية والمعدات البحرية والبترولية والغازية. تمام، فشكلنا كده هندخل في القصة دي. فحتى لما دخلت في الصور لقيته بيحاول يعمل حاجات على شكل سفن. تمام، بيعمل مواسير سفن اهوت. طيب أهم فكرة فيه إن هو بيعمل فكرة الأيزومتريك دي، الفكرة العامة بتاعته. وزي ما شايفين شغل 3D، شغل بيم. بيرسم الدياجرام الكولابريتي في 3D، وده شغل الايزومتريك بتاعه. فشكله برنامج متخصص فعلا ويستاهل ان الواحد يبدا يتعلمه. فلو حد مهتم اصلا ان هو يعمل برامج زي كده، في ناس مبرمجين شاطرين بيتابعوا القناه، يا ريت يعملوا لنا حاجه زي كده. لو في حد شارح البرنامج ده بالعربي يا ريت تقولوا لنا عليه، على اساس الواحد مش عايز يشرح نفس الحاجه اللي الناس بتشرحها. خلاص مدام حد يعني عملها فخلاص، يعني ربنا يجزي كل خير. تمام، قولوا لنا رايكم في التعليقات. لو حد اشتغل بيه فعلا وشايف ان هو كويس او كده، ممكن الواحد يبدا يتعلمه منين؟ وان شاء الله لو فعلا برنامج قوي بيعمل فعلا شغل ايزومتري بالشكل دوت، ممكن نعتمد عليه ما دام في شويه مزايا كويسه. ونتمنى اوتوديسك في الريفت تنزل الاختيار ده، يبقى موجود في قلب البرنامج مش حتى ادنس. بس انا قلت افضفض معاك شويه كده عن البرنامج، وان شاء الله نحاول كده لو في وقت نبص عليه ان شاء الله.